لكل عشاق الأفلام والألعاب وللمهووسين باقتناء كل ما هو جديد لممارسة هواياتهم المفضلة، تأتي نظرات الواقع الافتراضي لتأخذهم للتجول في عالم المتعة والإثارة والتشوق، عالم مميز من الألعاب الإلكترونية المزودة بتقنية ثلاثية الأبعاد والتي يمكنها التفاعل مع نظرات الواقع الافتراضي، والتي جذبت الكثير من المستخدمين العاديين وكذلك الباحثين والمختصين في التكنولوجيا لارتدائها وتجربتها، لأنها تشعر من يرتديها بأنه يدخل في العالم الافتراضي ويتعمق فيه، وتسمح أيضا برؤية صورة ثلاثية الأبعاد لجعل العرض واقعي قدر الإمكان. ومن الأمثلة على ذلك استخدامها في مجال الهندسة المعمارية، حيث يمكن لمرتدي النظارات مشاهدة البناء في عدة زوايا والمشي حول البناء وحتى داخله أيضا. وفي أجواء من الإثارة يبدأ الشخص مرتدي النظارة بتحريك جسمه كجسم افتراضي، وعندما يتحرك في هذا العالم الافتراضي تبدأ عيناه وجسمه بإعطائه معطيات ومشاهد خيالية، حيث تعمل نظارات الواقع الافتراضي بصورة دقيقة تجعل الشخص يعتقد أنه يعيش فعلا في هذا العالم الخيالي. فالنظارة تخدع مراكز الإدراك في الدماغ، فيتخيل مرتدوها أنهم يعيشون في الأحداث التي يرونها بالفعل، ولكنهم في الحقيقة يحدث ذلك من خلال خلق بيئة محاكية للواقع الذي يعيشه.